واحد من عباقرة مصر العسكريين، واللي ليه دور كبير وعظيم خلال حرب أكتوبر سنة 1973. كفاية إنه حط خطة المآذن العالية، واللي كان هدفها عبور قناة السويس وتدمير خط بارليف والانتصار في المعركة، وكانت دي أول خطة اتحطت للحرب وتم تطويرها بعد كده. بنتكلم عن الفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية خلال فترة الحرب، واللي فضل اسمه بعد كده مقترن بالنصر وبنفتكره مع ذكرى حرب أكتوبر المجيدة. تسميته بسعد كانت على اسم سعد زغلول الزعيم الوطني العظيم، وما كانش حد يعرف إنه هيكون ليه دور عظيم في تاريخ مصر زي سعد زغلول. وكانت ولادته سنة 1922 في مركز بسيون بمحافظة الغربية، وكانت أسرة ميسورة الحال. وبعد سنوات من التعليم التحق بالكلية الحربية سنة 1939، واللي درس فيها لحد سنة 1940، وشارك في كذا حرب كانت بدايتها حرب فلسطين سنة 1948. سنوات تمر والشاذلي يبقى قائد لسلاح المظلات، ويسافر بعد كده ضمن قوات حفظ السلام لحد سنة 1960، وبعد نكسة 1967 بقى قائد للقوات الخاصة والصاعقة والمظلات، وحصلت ليه ترقيات عسكرية وتولى أكتر من منصب، وبقى قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية قبل سنتين من الحرب، لحد ما بقى رئيس أركان الجيش المصري لحد سنة 1973. عبقرية الشاذلي كانت في إنه قادر يشوف نقاط القوة والضعف بين الجيشين المصري والإسرائيلي، وحاول قدر الإمكان يستغل نقاط الضعف عند العدو ويحرمه من إمكانياته لصالح الجيش المصري، وده بحكم فهمه وخبرته العسكرية. وكان ده واضح من أول لحظات الحرب اللي ظهر فيها المقاتل المصري ببسالة وإخلاص دفاعاً عن أرضه، وقدرت قواتنا تحسم المعركة سريعاً. بعد الحرب الفريق الشاذلي اشتغل في السلك الدبلوماسي وتعين سفير مصر في لندن والإشبونة والبرتغال، وكمان عمل مذكراته عن الحرب اللي فيها تفاصيل كتير مهمة. بعد سنوات طويلة عاشها مؤسس مدرسة المظلات، وفي يوم 10 فبراير سنة 2011 رحل عن عالمنا بعد 88 سنة عاشهم في حب مصر، وتم تكريمه بعد كده تخليداً لذكرى واحد من أهم رجال مصر العسكريين. رحمة ونور على كل بطل ومقاتل شارك في حرب 1973.